عندكم تسجيل لرقية؟ في كثير من الرقى أنتم سجلتموه. تسأل هذه الرقية كيف تستخدموها؟ بالنسبة لهذه الرقية لا بد أن يكون الإنسان مستمعا إليها غير قارئ معها، وأن يحقق شروط الحق. شيخنا أن يسمع ولا يقرأ معها؟ لا يقرأ معها فقط يسمع. نعم يسمع ويخشع ويتدبر ويحقق شروط الخمسة. شروط الخمسة في المقروء عليه: الشرط الأول الإيمان أن لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا يلتمس الشفاء من الراقي ولا من غيره إلا من الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الإيمان بقدر الله خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الشفاء، وأنه رتب بعض المسببات على بعض الأسباب سبحانه وتعالى. الشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن، فنحن يجب علينا أن نعتقد أننا من المؤمنين، والمؤمنون قطعا ينفعهم القرآن، لأن الله قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيجب عليك أن تعتقد أنك تنتفع به، لأنك يجب عليك أن تعتقد أنك البعض السيد الذين ينكرون هذا يقولون تعاليم القرآن شفاء ودواء. لا ليس هذا صحيح، هذا تأويل، هذا تأويل للقرآن بغير معنى. الشرط الرابع الإصغاء والإنصات، لأنه تتنزل الرحمات والبركات وقت قراءته، والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشرط الخامس التدبر، لأنه نزل لذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد سبق في بعض حلقات هذا البرنامج أن بينا أن التدبر ينقسم إلى قسمين: إلى تدبر المعاني وتدبر المحبة. فعلى الأقل يحصل الإنسان على تدبر المحبة إذا لم يكن قادرا على تدبر المعاني. تدبر المحبة ما المقصود به؟ أن يحب القرآن حبا شديدا، لأنه كلام الله جل جلاله ولو لم يفهم ولو المعاني. ولا بد أن يكون الاستماع في وقت ليس الإنسان فيه مشغولا عنه، فيسمع الإنسان الرقية كاملة دون تقطع، ويكون في وقت هو فيه غير مشغول عنها. فلا يصلح أن يكون يقرأ في كتاب آخر أو أن يتمارس مهنة الطبخ أو نعم. لا تنفع. لا بد أن يكون متفرغا لسماعها. وأفضل الأوقات البعض يشغل التسجيل وينام. نعم لا حرج، تعمل بالصالة نعم أو شيء. يكون حوله وهو نائم تنفعه بإذن الله، وبالأخص أصحاب المس من الجن ونحو ذلك. أما أفضل الأوقات فهي أوقات البكور في الصباح الباكر أو في الليل عند النوم لإرادة النوم. نعم. حكم قراءة سورة البقرة على هذه النية؟ لا حرج في ذلك، بل هو مطلوب. وسورة البقرة جاء فيها أن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك لا تستطيعها البطلة، أي الشياطين والسحرة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الإطالة، يعني أكثرنا عليكم من الأسئلة، جزاكم الله عنا كل خير.